من العاصمة باريس ينضم إلينا علاء الدين صلال مراسل الغد. علاء، ما هي أحدث إجراءات الحكومة الفرنسية للسيطرة على هذه الاحتجاجات؟ طبعا حسين، يمكن القول هذه الإجراءات هي ما صرح به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اجتماعه يوم أمس مع خلية الأزمة وعدد كبير من الوزراء. اليوم الحكومة الفرنسية طالبت الوزراء بعدم الخروج أو السفر خارج باريس في عطلة نهاية هذا الأسبوع، خصوصا وأن خلية الأزمة التي ترأسها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم أمس في قصر الإليزي لا تزال مستمرة. وزير الداخلية جيرالد دارمانان تواجد ليلة أمس وحتى ساعات الصباح الباكر في منطقة مونت لا جولي على مقربة من العاصمة الفرنسية باريس، كان يتفقد الوضع هناك برفقة عدد كبير من عناصر الشرطة والدرك. أيضا هنالك إجراءات كما ذكر التقرير، نشر 45 ألف شرطي ودركي في كامل البلاد، فضلا عن إيقاف حركة المواصلات العامة من الساعة 9 مساء، وهذا الإيقاف مستمر حتى إشعار آخر بحسب ما صرح به وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان. أيضا مدن فرنسية أخرى اتبعت هذه الخطوة وقامت بحظر استخدام وسائل النقل العامة في ساعات المساء وحتى إشعار آخر، لكن عمليا الشرطة الفرنسية لجأت لأول مرة لاستخدام المدرعات والعربات المصفحة للوصول إلى أماكن تجمع المتظاهرين وإحراقهم للعربات، حيث كان هنالك تواجد كبير للشرطة الفرنسية من خلال هذه العربات لفتح الطرق وإبعاد السيارات التي تم إحراقها أو عمليات قطع الطرق، فضلا عن تواجد عدد كبير من رجال الإطفاء الذين هم على أهبة الاستعداد في حال حدوث أي حريق يتواجدون في المكان. لكن عمليات التي يقوم بها المحتجون، عمليات قطع الطرق وعرقلة حركة وصول قوات الأمن إلى الأماكن التي يقومون بالتجمهر بها وإضرام النيران بالممتلكات العامة وأيضا السيارات الخاصة والعامة وحافلات النقل، يحول دون ذلك في بعض الأحيان. بالنسبة للوضع الأمني، يمكن القول بأن الليلة الماضية كانت هي الليلة الأكثر هدوءا بحسب ما صرح به وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان لإحدى محطات التلفزة المحلية في ساعات مبكرة من صباح هذا اليوم، لكنه أكد بأن الجمهورية الفرنسية في النهاية سوف تنتصر على مثيري الشغب والذين يقومون بنهب وسرقة بعض المراكز التجارية. أيضا نقابات تتبع للشرطة الفرنسية، وهما نقابتان كانتا قد قالتا بعد تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه لن يتساهل مع مثيري الشغب، وأيضا تصريح وزير الداخلية دفع بهاتان النقابتان لإصدار بيان قال فيه بأن التهدئة وأيضا الهدوء والحذر مع هؤلاء مثيري الشغب لم يعد مجديا، سنلجأ إلى استخدام القوة لوقف هؤلاء ومنعهم من القيام بأعمال تخريبية، على حد وصف البيان الذي صدر ليلة أمس. طيب، ولكن ماذا عن القوى السياسية في فرنسا؟ ما هي ردود أفعالها على هذه التطورات وكيف تباينت؟ في الحقيقة هنالك انقسام داخلي، انقسام سياسي بين مؤيد لهذه الاحتجاجات وبين معارض لها. على سبيل المثال اليمين المتطرف والذي تترأس كتلته في البرلمان الفرنسي مارين لوبين كان قد قال بأنه يجب وقف هذه الاحتجاجات وهذه التظاهرات، وأيضا هو معروف هذا الحزب بعدائه للمهاجرين وأيضا الأقليات الموجودة في المجتمع الفرنسي. بالنسبة لليسار الراديكالي وعلى رأسه جون لوك ميلونشو الذي قدم خطة أو تقدم بمقترح خطة طوارئ يتم مناقشتها في البرلمان الفرنسي، فضلا عن أنه أكد بأنه يجب أن تكون هنالك إعادة هيكلة للشرطة أو منظومة الشرطة الفرنسية، واتهمها بالعنصرية تجاه بعض المهاجرين وأيضا من هم من أصول عربية وإفريقية وغيرها من الجنسيات الموجودة داخل المجتمع الفرنسي. أيضا قال بأن نسبة العنف الذي مارسته الشرطة الفرنسية في السنوات الأخيرة تضاعف
في عهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشيرا إلى تظاهرات السترات الصفراء وأيضا التظاهرات التي اندلعت بسبب إصلاح نظام التقاعد والحادثة الأخيرة التي أدت إلى مقتل المراهق نائيل في ضاحية نونتير غرب باريس. أيضا هنالك من غرد عبر التويتر، وهو إيريك زمور، هذا اليميني المتطرف الذي يتبنى خطابا عنصريا أشد حدة من خطاب مارين لوبين، وهو كان مرشح للانتخابات الرئاسية العام الماضي وخسر في الجولة الأولى. كان قد قال بأنه لو كان يمتلك القوة والاستطاعة لكان أول شيء سيقوم به هو محاربة المهاجرين والهجرة، وهي إشارة إلى أن هذه المناطق التي تقوم بها هذه التظاهرات وبالتحديد في ضواحي العاصمة الفرنسية باريس هي من المهاجرين وأيضا من يحملون الجنسية الفرنسية من دول إفريقية وأيضا دول عدة. لكن جون لوك ميلونشون يساند هذه الطبقة، فهو كان يعول، وهو زعيم اليسار الراديكالي، وهو كان يعول على هذه الطبقة خلال الانتخابات الرئاسية العام الماضي، وكان يقدم الدعم لهؤلاء، وهو أشار في تغريدة له يوم أمس بأنه طالب من المحتجين عدم القيام بإحراق المكتبات والمدارس وتجنب القيام بهذه الأفعال، لكنه في الوقت نفسه أكد بأنه مع المتظاهرين وأنه ضد سياسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الحكومة إليزابيث بور. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات الزميل علاء الدين صلال مراسل الغد، كنت معنا من العاصمة باريس. شكرا.